إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ابن أبي الدنيا والطبراني بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم شهر قد انقضى نفحة من نفحات الله لكن فعل الخير لا ينتهي عند هذه النفحة بل نحن مأمورون بفعل الخيرات طيلة حياتنا قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير دهركم أي سائر عمركم وإذا جاءت نفحة من نفحات الله فتعرضوا لها فلله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده وسألوا الله في كل أوقاتكم سألوا الله في كل أوقاتكم أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم الاستقامة هو حديثنا في هذا اليوم بعد شهر قد أودعنا فيه من الأعمال ما أودعنا لا بد لنا من أن نستقيم على فعل الخيرات والاستقامة هي سلوك الطريق المستقيم وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة أو يسرة ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى وتنوعت أقوال السلف رحمهم الله تعالى في مفهوم الاستقامة وبالجملة ترجع كلها إلى ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى وهي التمسك بالدين والثبات عليه ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير قال ابن جرير رحمه الله تعالى يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستقم أنت يا محمد على أمر ربك والدين الذي ابتعثك به والدعاء إليه كما أمرك ربك ومن رجع معك إلى طاعة الله والعمل بما أمره به ربه من بعد كفره ولا تعدوا أمره إلى ما نهاكم عنه إن ربكم بما تعملون من الأعمال كلها طاعتها ومعصيتها ذو علم بها سبحانه لا يخفى عليه منها شيء وهو لجميعها مبصر
فاتقوا الله أيها الناس أن يطلع عليكم ربكم وأنتم عاملون بخلاف أمره فإنه ذو علم بما تعملون وهو لكم بالمرصاد. وقد ذكر المفسرون لهذه الآيات معان كلها تدور حول هذا المدار، وحاصل ذلك لقد علمت أيها الرسول الكريم حال السعداء وحال الأشقياء، وأخبرناك بحال المشركين وحال الذين اختلفوا في الكتاب، وأعلمناك أن كل مكلف سيوفى جزاء عمله، فالزم أنت ومن معك من المؤمنين طريق الاستقامة على الحق، وداوموا على ذلك كما أمركم الله بدون إفراط أو تفريط، واحذروا أن تتجاوزوا حدود الاعتدال في كل أقوالكم وأعمالكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات حتى تكونوا من الذين سعدوا ولا تكونوا من الأشقياء. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وقد كانت هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أخبرني أمرا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. للاستقامة فوائد وآثار في الدارين، أولاها أنها تؤمن الحياة الطيبة لمن يستقيم على أمر الله. وما أدراك ما الحياة الطيبة؟ سعادة حقيقية ليست بالوهمية، يعيشها من استقام على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نسأل الله العظيم من فضله. من ذلك أيضا البشارة والتطمين ومغفرة الذنوب لمن استقام على أمر الله، وذلك بحسن الخاتمة عند الوفاة، فالفاجر والفاسق والكافر يكون نزع روحه شديدا، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى أن أخبر أن روحه تخرج من جسمه كما ينزع الصوف المبلول السفوت من الصوف المبلول، وسكرات الموت عليه عظيمة تبشره الملائكة بالعذاب، فيجتمع عليه الأذى الحسي والمعنوي. والحديث أخرجه أحمد ورواه البراء رضي الله تعالى عنه. أما المستقيم على شرع الله فتأتيه الملائكة ألا تحزن على ما مضى، وأن لا تحزن على أولادك وأهلك ومالك، فالله سيحفظهم، ولا تخف على ما يأتيك ويستقبلك من أحوال سواء في القبر أو بعده، فالله سبحانه وتعالى يبشرك بجنة عرضها السماوات والأرض. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومغفرة الذنوب إنما هي بالاستقامة وفعل الطاعات وترك المعاصي وخاصة الكبائر. أخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن فوائد الاستقامة أيضا تحصيل محبة الله تعالى. محبة الله رأس الإيمان وأساس العبودية لله عز وجل، أثنى الله بها تعالى على عباده المؤمنين، فقال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومحبة الله جل جلاله كما قال أهل العلم رحمهم الله: إذا وفق العبد لها لا يعادلها شيء ولا تماثلها لذة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا وجد محبة الله وجدها أحلى من كل محبة.
وليس الشأن كما قال أهل العلم أن تحب الله، لكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله عز وجل. فكل مؤمن بوجود الله عز وجل يدعي محبته. فاليهود والنصارى ادعوا محبته، قال سبحانه: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فكذبهم الله وقال لهم لو أنهم كانوا يحبون الله حقيقة ما عصوه، ولو أحبهم الله حقيقة ما عذبهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أي شيء أعظم من هذا؟ وأي مرتبة أفضل من هذه؟ أن يكون رب العزة سبحانه وتعالى الغني عني وعنك، من لا يعجزه شيء، ينادي باسمك في السماء ويقول إني أحب فلانا لجبريل فأحبه، فيحبه جبريل ويحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. أي مرتبة أعلى من هذه؟ ومن ثمرات الاستقامة الفوز بالجنة والنجاة من النار. مهما كان العبد مستقيما، ومهما كان هذا العبد المستقيم في الدنيا يعيش في ضنك وشدة وضيق، بل لو عاش حياته كلها في ظاهرها شقاء مادي من قلة المال والرزق أو الولد ونحوه، فإن غمسة في الجنة تنسيه كل ما فات. أخرج مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة فيقول له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ربي، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. عن أي نعيم نتحدث؟ إذا كانت هذه غمسة واحدة في الجنة تكفي لإزالة كل الضنك الذي عاشه في حياته ربما 70 أو 80 سنة، فكيف بالخلود فيها؟ وكيف برؤية الله عز وجل فيها؟ فقد ثبت عند مسلم وابن ماجة عن صهيب قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقول: ما هو؟ ألم يتقبل منا ويثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لعينهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. والآن تدبر هذه الآية، قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ومن ثمرات الاستقامة البراءة من النفاق. أخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون فيه في المساجد ليس فيهم مؤمن. أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين. وقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم من النفاق، أيما خوف. فقد أخرج البخاري عن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه من النفاق، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل.
وكان من دعائهم اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يقول تعوذوا بالله من خشوع النفاق. قيل يا أبا الدرداء وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم الاستقامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن وفى، ثم بعد. فسبل تحقيق الاستقامة والمحافظة عليها لها طرق ولها مغذيات. أولها فعل الطاعات والاجتهاد فيها ومجاهدة النفس. فمن الأصول العقدية في مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على هذا الأصل كثيرة مستفيضة. وأهم ما يحافظ عليه العبد الصلوات الخمس، وكذلك بقية الفرائض، ويستزيد من النوافل ويكثر منها. فقد ذكرنا في الحديث القدسي أن العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه، فيحفظه الله عز وجل في جوارحه ويحفظه في صدره، فلا يفعل إلا ما يرضي الله. ومن ذلك أيضا الاشتغال بالعلم الشرعي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى به، أي بالعلم الشرعي، يعرف الله ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومن بابه دخل القاصرون. ومن ذلك أيضا الإخلاص في العلم والعمل، فلا بد من مجاهدة النفس على الإخلاص، فهو روح كل عبادة، وبه تستقيم النفس وتصدق مع الله في الأقوال والأعمال. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. ومن ذلك أيضا الدعاء، أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك الاستقامة، وأن يثبتك على الدين، وأن يرزقك الثبات على أمره سبحانه وتعالى. فنحن نقرأ في كل ركعة من صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فندعو الله تعالى، لأن الاستقامة والثبات عليها هي بيد الله سبحانه وتعالى، وليس بجهد أحد منا ولا بمجهوده. قال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ومن ذلك أيضا الإكثار من قراءة كتاب الله عز وجل، ومحاولة حفظه أو ما تيسر منه، وكذلك تدبره والعمل، من أهم الأمور في تحقيق الاستقامة. فقد جعله الله تعالى، أي كتابه، سبيلا لمن أراد الاستقامة. قال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وعلى العبد ألا يترك ملازمة القرآن، سواء من حفظه أو من تلاوته، نظرا مع تدبر ينال به العبد نصيبا من زيادة في الإيمان، وكل هذا سبب في الاستقامة. ومن ذلك أيضا الصحبة الصالحة، لأن صحبة البطالين وأهل المعاصي تضعف الاستقامة. تأمل كيف أن الله بعد أن أمر بالاستقامة حذر من الركون إلى أهل المعاصي، لأن هذا يؤثر على الاستقامة. فقال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال أهل العلم أي لا تميلوا إلى العصاة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاستقامة. اللهم آمين آمين. وأقم الصلاة.